كيلو متر في الساعه. طب انا برضه يهمني في النقطه دي حاجه حوالي. اتفضل. احنا الكلام ده المره اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعه خلي بالك المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها ان انا اخفف الحركه على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وانا عارف ان في تطوير لصلاح سالم ان شاء الله. وهنا يهمني اقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم تواجدات على محور الحركه بتاعتنا سواء كانت مقابر ذات قيمه لشخصيات احنا بنقدرها وبنحترمها او ذات اثر تاريخي. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده انا بشوفه وبسمعه ان يقول لك ايه اللي هيشيلوا المقبره بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف. لا 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 يمكن ابدا ان احنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها او للمناطق الايه الاثريه. بنعالج ده يا اما بكباري. مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انتوا تقولوه عشان الناس تبقى ما تدوش فرصه لحد ان هو يعني ايوه يشوه الجهد اللي انتوا بتعملوه. في بعض المحاور يا فندم تم انها وقعت بالفعل. اسمعني سيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري محور جهان السادات يا فندم.